السلام عليكم اخواتي، السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس، امور هانيه، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الوالده صراحه مسكينه كتصبن صبحه حادقه. سلام ام، سلام، كي دايره؟ لاباس؟ لاباس. غتعصري تغسلي؟ تعصري قاعده؟ هو ما كديش نوقف. هايتي شنو ندير بنيتي؟ السلام عليكم المشاهدين. لاباس؟ كي دايره صحيحتكم؟ كي دايرين وليداتكم؟ ديري العائلة ديالكم مبارك عواشيركم، الله يحفظكم الله يرضي عليكم، وجميلة ونزهة والوليدات كاملين الله يرضي عليهم الله يحفظهم. آمين. الله يعطيهم النور. ها انتم اخواتي، رحنا صبحنا على الصبح، جففت انايا هاد قدام البيوت كامل، درنا ضربتهم بالماء. الوالدة كان عندها شي صويبين، عاد شوية دارتو دغيا في الماكينة صبناتو، دابا غادي نشروه. ديري امي بانيو، عصري وديري في البانيو، والماكينه تاع الصابون راه باقي كتصبن، وانا دابا غادي ندخل القريه نشطبها بعدا من هاد القريه. دغيا دغيا هاد الركاينه كتجيب لينا الزبل، هي اللي كتجبد لينا غادي نخلي امي تكمل هذاك الصويبين، وانا غادي نشطب هاد القريه هادي شويه بحال كندوز عليها نقيها. كتجيني هنا انا واحد في اسفي، كاين حداش حدانا البحر، كاين عندنا بزاف ديال البرد، برد يعني كيشلوح كيدي التراب. ها انتم العجله تاع امي، البقره تاع امي دروك مسكينه راه ضاره، رابطه امي هنايا في هذا الكوري، وتتعطيها الجلوف تاع جلبانه، والدجاج تا هو راه سالي ياكل معاه. تا هي غادي نضرب على شي شطيطيبه من هنايا، عبد الرحيم راه نكس ليها والنامس خرج لها داك الزبل ديالها حاشاكم. ودابا انايا غادي هاو هاو لاباس، هاو اخريته اخريته، الدجاج تا هو راه هنا كيبيض، هنا كيبيض، هنا كيبيض، هاد الدجاجه داخله كتبيض، شتوه داخله مسكينه كتبيض. هنا امي دايره لهم هاد الكرب، شتيهم شتوهم دايرين لهم هاد الكرب؟ هاد الدجاجة تاهي راه داخلة كتبيض، شتوها؟ هاد الدجاجة مسكينة عندها وليداتها، هادي عندها وليداتها فريكسات، وهادو كيبيضو. أمي ربات هاد الدجاج البلدي، هاد الدجاج الكروازي، وكيبيض تبارك الله، فيه بيضات، كتبيعهم الواليدة وكتوكلهم ياكلوهم ولادها. وهي ما هي ما كتاكلش بزاف البيض حيت فيها الكوليسترول. الدجاجه دابا هي سمعتو كتقاقي، غتدخل تبيض، غتدخل دابا تبيض، خليها تدخل تبيض، شتي باغا تدخل تبيض مسكين. انا دغيا دغيا غادي نضرب هاد الشطيطيبه هنايا وهاني معاك. جيت قلعت الشطابة من برا، خرجت برا قلعت الشطابة، ها هي مشيت عند السوكينة تا هي لقيتها باقا كتصبن في الحوايج تصبن، قلعت الشطابة وجيت، هادي هي الشطابة اللي غنشطب بيها. Thank you.
تعطي العجلة أنا طالع من زودها. علاش؟ جيب لها جيبانة باقي فيها مزاود يبسو. هذا البقرة لا جيبانة البرويطة فين؟ ها عندكم نخرج بها القرية. جيبها جيبها لي سميرة. كلشي مزيان؟ كلشي لاباس؟ خرج بها البرويطة بتخرج بها الزبل ديال القرية. راه هي سير دخلي عند راه مع بواه شو تفرج بالزينات وعند امي. كاع الناس كيبغوا يشرو البيض من عند امي على خاطر تفرج. بحال بحال هادي هي تعرفوا المخينزة؟ هي هادي المخينزة. كون كانت عام زرعة فيها الزريعة كنت ديتها معايا لبلجيكا زرعتها. هادي راه مزيانة تعرفوا المخينزة راه كتبعتها عند العطارة. هادي مزيانة للصهد والكريب الصهد تاع الراس مزيانة ليه. القريعة مسكينة ديالنا ما عرفت كي ولات ما صبتش اخوتي الشتا صراحة ما صبتش الشتا ما صبتش الشتا. شوفي هانتي القريعة كي كانت على مزيناتها وكانت مسكينة كلها سايرة كتلوح في القرعة وما صبتش الشتا نهائيا. سقاها عبد الرحيم شي سطولة تاع الماء ساعة خوتي انت مكنتش خاوية ما فيها حتى شي حبة ما فيها. سقاها بشي غرار بشي سطولة تاع الماء ولكن ما قدوهاش. الشتا ما كايناش اخوتي الشتا ما كايناش. الناس في المغرب ضارين بزاف مساكن. هادي وحيده هي اللي كاينه هي هي كانت مسكينه فيها. محمد مشى يجيب لي مشى يجيب البرويطه خرجوا المازير تاعها عشويه ماشي بزاف. خرجوا المازير تاعها قرع. ادخل 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 والبرد يشلوط شيل وحسه. ها شوي السلام عليكم كي داير لاباس؟ السلام عليكم كي داير المشاهدين لاباس بخير؟ شي مزيان؟ بخير لاباس الله يبارك فيك. كي داير القناة تاعك؟ واه على غادي على قد الحال. كلشي مزيان؟ ها؟ شوية خاصها شوية خدمة. خاصك شوية اجتهاد؟ اه خاص شوية اجتهاد وشوية خدمة. ايوا مزيان ياك الناس بعدا معاطي. الناس الله يعمرها دار كومونتير زوينين ومشجعينا ومدعمينا. الله يحفظك. خاصها شوية خدمة. أيوة. خاصك كاين تجتهد وتعلميها شوية. وراني كنعطيها من كتعلميها وكتعطيها ولكن التليفون تا هو ما ساعدكمش. التليفون ما معاونش باش نجيب راسك نشدو نشرف شي تليفون يكون مزيان ان شاء الله. وسميت القناة تاعك ها هو ما حافظهاش محمد وبناته في البادية اييه بالفرنسية حاشا اسو كاين فلوق حاشا تي في لا بدلتها درت محمد وبناته في البادية اسو كاين فلوق. سكينه بلوك اي وانا بقى على الاولى ايوا الحمد لله. كتفرج في فيديوهاتك ولا كنتفرج؟ عما كتلاحظش هذيك السمكه؟ لا 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 ما نقشتهاش غنشوفها اليوم. خير مزيان ونتمنوا منهم يدعمونا ويشجعونا ان شاء الله. غادي نديروا مجهود اييه ويقبلوا علينا ويحنوا داك الشيء اللي عطى الله هو اللي فيه. هذاك الشيء اللي كاين والوالده فينا هي كدعمنا أيه. مرة كدعمنا حتى هي الله يخلي لها صحيحتها. والوالده كدعم جميع أه؟ كدعم جميع كل شيء هذه الله هذه النواره هذه. السلام عليكم. راه سلمتي الوالده قويله. لاباس عليكم كي دايرين؟ وانا دايما المشاهدين تقبل الدعوات ديالك ان شاء الله. ما شاء الله الله يعطيهم صحيحتهم الله يعطيهم ضويناتهم والله يحفظهم امين ويعطيهم وليداتهم امين يا ربي ويعطيهم صحه جديده جديده امين امين علينا جميع وليداتهم جميع المسلمين في مكانهم جميع المسلمين في مكانهم الله يحفظهم والله ينورهم الله يعطيهم النور يعطيهم الصحه يحفظهم سيدي ربي والله
الله يعطيهم صحيحتهم وتمنى الله يعطينا صحيحتنا امين ونرجع للوليدات مجموعين امين. ودي التدلاوي البواطه سلام تدلاو. السلام عليكم. كلشي مزيان الحمد لله. اش تدير؟ ها تدير؟ كنطحن اللوز والقرقاع وكاجو كاجو سميتو ونديرو مع الحليب والتمر ونشرب والبنان التفاح والافوكا وغادي نطحنوه بالحليب. صح مزيان. صحه كامله بصحتك وراحتك. صح سير الله يرضي عليك. سير امين. سير امين. سير باقا الماعن كاع ما خسرناهم وباقي الدنيا احنا غاديين. هذا اجواء الصباحيه ديالنا والعشيه خوتي تاني راه بوحدها راه نتوما عارفين راني كنبارطاجيكم. تاكلها كون خرجتي علاش ما تخرجوهاش برا ودقوا لها؟ راني بغيت نخرج خويا وولدك ما عرفتش يديه. هاكي دابا هذاك الربيع اللي برا راه كيكرم انتوما حاصلينها من دابا حاصلينها لداخل غدا ولا بعد غدا شنو تعطيها؟ راه كلشي غالي العلف غالي كلشي غالي ما كاينش هاد العام الناس كيبقوا بحال هكا ملي يسالي الوقت الحصاد يدخلوا الحصاد ويدخلوا الزرع يدخلوا القمح يدخلوا التبن. هاد العام ما مدخلين والو والبقر ما عرفوا كي غادي يديروا ليه. ها ياسين اش درتي؟ شوفي ياسين شنو دار. شوف انت اش درتي يا وليدي؟ معاون امي معاونها. لا وانا ثاني نحيدوا هاد الماء هنا ونصيقوا هاد الماء نصيقوا هو يموت على ما يكبوا في الارض. اجيب ار شطابه الناس نجيبك شطابه اخرى. Thank you.
كاينه ديال الطحين الله يخليك. جميلة هنا فين هي الماكينة ديال الطحان؟ راه كانت لتحت في الشبكة التحتانية. الشبكة التحتانية؟ واش بغيتي طحان بيه؟ طحان القرقاع والقرقوش اللوز. اللوز بغيت طحان اللوز والقرقاع يديرو مع العصير. بصحتك يا تازان. كل واحد كيوض كيدير خدمة وكتوصل ليك 12 كنسالو الخدمة ديالنا وكنريحو شي شوية. ايوا عاد تاني مع ديك الربعة كنوضو ندير داكشي اللي كنديرو داكشي التبلة. مرة نديرو الحوت، مرة نديرو الدجاج، مرة نديرو اللحم، مرة ندير كل واحد ورزقو كل واحد. وداك الشربانة موجودة والكاعة موجودة والفول موجود وخيزو والباربة سميتو الدنجال او اش الاخر ثاني هذاك الخرشف عم الزينات كيجي زوين. الخرشف كيجي داكشي منوع وزين وبنين نزها وريتها اللي قالت لي ما كاينش محسن من هاد الفيتامين نتوما اللي كتاكل. راه مخير صافي. ومشيت جبت واحد الحوته من 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 من, من يقولها صغاخ عم الزينات. هي سيدي ربي غزاله 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 غزاله. كما خوتي كيما شفتو راني شطرت القرية ديال البقرة ومن تما تاني دزت تاني جففت قدام البيوت وجففت الباب. ايوا والباقي اللي دابا غندخل البيوت نشطبهم. الوالدة راه خرجت هي ومحمد برا مجمعين وهي خاصها عارف فين تجلس وفين تجمع وفين ترتاح. ما كادا لا على شقة ما كادا على والو. ما حدني مع هذا دابا راني كنشقى ولا مشيت راه مسكينه قالت لي شقى بوحدها. داكشي اللي دارتو دارتو لي داكشي اللي ما دارتوش راه كتخلي انا بما الصحه عياتي صافي. حنا هاد البيت كنعس فيه انا وامي كنعس انا وامي هنايا نعس انا وامي هنايا. ايوا اللي غايقول لي غادي يقول اخوتي انا كنبارطاجي معكم داكشي اللي كتب الله. داكشي اللي كتب الله كنبارطاجي لكم الحياه الحقيقيه العاديه. يعني الناس اللي يقولوا ما عندكم سدال ما عندكم فين تجلسوا ما عندكم الله يجيب رزقكم. امي غير مراه رجاله شحال من عام باش ماتت. اخوتي راه تزوجوا وخرجوا عزلوا ديورهم كيقلبوا على مي ديورهم كيقلبوا لولادهم. امي مسكينه اللي قدت عليه راه دارته. انا ونزرتو ما كتعرفونا شحال حنا حارقين ما خدامه ما والو. اول مره غادي نجي من بعد ما مشيت لاوروبا 5 سنين يلا باش جيت. وكاين اللي حاسبيني راني مليونيره وكاين اللي حاسبيني راني لاباس عليا وعندي الفلوس. كنتمشى خوتي على قد حالي على قد حالي. حتى انا راني كتشوفوني هنا في بلجيكا راني مضاربه مع السوسه ما مخلي انا لا فاش نسكنو ما عندناش حتى السكن نهيها ما خلينا لا في نسكنوا ولا في حتى شي حاجه. دعيتها الله في ربي وبنادم على قد الحال اللي غادي تقولوا جميله راه ما عرفت عندها حتى السكنه ما عنديش وكنمشي على قد حالي.
الله يجيب لنا رزق ان شاء الله. الله يجيب رزق ونصايبو حنا، ما قراناش حنا بحال نصايبو شي كليسه بحال هكا، نديرو شي سدار هنايا وسدار هنا وسدار هنا، غنفرشو مثلا مع هاد البيت ونديرو شي طابله وسط منه ونعودو بحال هكا ملي نجيو دابا ان شاء الله نديروه، قد ما قعدنا نديروه ان شاء الله. ضروري ها بنادم بشويه بشويه نديرو ان شاء الله سداري من هنا ونديرو سداري هنا وسداري من هنا وطابله وحصيره ولا زربيه ونعودو نكرسو فيه. علاش لا؟ انا غتغلى على الوالده وتحنا نعودو ان شاء الله نجيو هنايا نجيو للعربيه نلقاو فين نكرسو نلقاو فين نرتاحو. وفيما الحاجه المهمه 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 هي اللمه العائليه وهي بنادم مرتاح. خليكم معنا خوتي. نوريكم الوالدة فين قاعد. الجوز وين هنا؟ الله يلا الجوز وين؟ خير خير. دابا في بلجيكا راه البرد والشتا. خليتوني انا في التمارة وقعدت تما تبردوا. اش التمارة اش كدير انت؟ اش كدير في التمارة؟ لا كتسوسي هذاك عام تسوسو انا باش يضرب الغبره على وجهي وداك بدا القحم. خليني نسير نديرها كتعرف. وها انتم البنات هاني كملت الشقة ديالي، غسلت المواحن، جففت الدنيا هنا كاملة، تاني جففت هادشي هنا هذا البيت، غسلت المواحن دخلتهم على البرد، كاين عندنا العجاج العجاج العجاج، دخلت المواحن هنايا خليتهم يتسقطرو شوية شوية عادة باش نرتبهم بلاصتهم وصافي كملت. الوالدة راه خرجت مع عرفتي مشات. أمي من عشاق الحرية، أمي من عشاق الحرية، هكا كانت ملي كنت أنا في الخيمة عندنا هنا، كنت باقا مشيتش داك الشيء، كنت أنا اللي كنتكلف بكل شيء. ها انتوما جمعنا الدنيا هنايا، ها انتوما كلشي صفناه وكلشي جففناه والصابون صبن وكلشي دار، وضربنا هنا تسييقة وضربنا لها تسييقة وشطبنا القرية. هنا هي عبد الرزاق راه ساري كيصاوب المشا فين تجلس، واحد المشا والده راه مهلي فيه يعطيها الحليب ويوكلها ويشربها. ايوا خليتكم اخويا على خير، هذا هو الفلوق ديالنا الصباحي ديال رمضان وديال كل نهار، وهذه العربية العربية فاتها مرة فيها الشقا شي شويه، وخا دابا راه مابقاوش عندنا البهايم، مابقاوش عندنا الغلام، مابقاوش عندنا، راه كانت تما راه كثار 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 كثار. وخليتكم على خير اخوتي، بالسلامه عليكم. السلام عليكم البنات.